أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا وأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدر الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هدي له، ونأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن تقوى الله تعالى هي التي تقربكم إلى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فتقوى الله لها فوائد عظيمة، ولذلك أوصى الله بها الأولين والآخرين، فقال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وتقوى الله فيها خيرات كثيرة، ورتب الله عليها نتائج عظيمة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ووعد الله للمتقين الجنة فقال إن المتقين في جنات وعيون، وقال إن المتقين في جنات ونعيم، فاتقوا الله يا عباد الله وحرصوا على تحقيق التقوى في حياتكم حتى تفوزوا برضوان رب الأرض والسماوات، وتنعموا يوم تلقوناه بنعيم الجنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الصحابة والتابعين، خصوصا على الخلفاء والراشدين المهديين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولا ذكر الله الأكبر، والله يعلم ما تصنعون.